طبعا شهدت أمس العاصمة الرياض احتفال وتكريم الشاعر المميز الأمير نواف بن فيصل ليلة أسير الشوق ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة مجموعة من نجوم الفن، واللي قدمتها طبعا زميلتنا ريم بساطي، واللي كنا جدا مبسوطين بتواجدها هناك. أكيد رح ناخذ منك تفاصيل يا ريم اللي كانت خلف الكواليس وباك ستيج، لكن خلينا نشوف هذا التقرير البسيط وبعدها نرجع. نواف ولدي مو رفيق الدرب. نواف من 13 عمره 13 سنة أنا متبنيه فنيا للمعلومية. طبعا ننتظر منه إبداعات إن شاء الله. هو نما على هذا الحس الشعر الجميل، نتمنى نشوف إبداعاته مستقبلا أيضا إن شاء الله. طبعا انا تجمعني معاه ذكريات من التسعينات. بقول لكم نبدأ بس على عجاله، ترى تفنن ويسالوني. سمعني اياها في جنيف في عام 93 94، ومن هنا بدت الانطلاقه وبدا التعاون مع بعض. أنا بغني مع العبقري من زمان، وبعتقد إنه مبارح كتبت هيك أنا على تويتر. بعتقد يعني أنا أكيد إنه دعمه إلي هو سبب من أسباب نجاحي، ولأنه شخص مثل هاد لما بيقدم حدا يعني شوفه، وهو تقريبا قدمني بشكل يعني مختلف، مش قصدي من بداياتي، بس قدمني بأغنياته الخليجية ودعاني للمشاركة. هي هذا فخر كتير عظيم، يعني بتمنى انه اتعاون معه بالألبوم الجاي. كتير حبيت اليوم كل الأغنيات، اتهبلت على أغاني راشد والعبقري محمد عبده ومجيدنا، كل الأغاني ما معقولة، وعبادي كل الأغاني اللي غناهم أغاني من أكثر الأغاني اللي أنا بحبهم، حتى لأبو سارة. يعني أنا متوقع إن شاء الله الجمهور ينبسط جدا جدا جدا، خصوصا في وجود كوكبة كبيرة من نجوم الغناء، يعني ما شاء الله عليهم ومشاركاتهم بأعمال خالدة لأسير الشوق المميز المبدع. شعور لا يوصف انه يقع علي الاختيار اني اقدم فقره، وفقره جدا مهمه في هذه الليله اللي تشهدها الرياض، ليله تاريخيه وليله نادره، عمالقه الفن يجتمعوا عشان احتفاء بالشاعر الكبير اسير الشوق. فالظهور على المسرح ورؤيه الجماهير، وانه كل شويه اتذكر اني انا في حقيقه وليس حلم، شعور جدا رائع. يعني أنا جدا مبسوطة صراحة وفخورة في ريم، يمكن حتى أمس قلت لها هذا الكلام، لأنه فعليا مقابلة الجمهور، جمهور هؤلاء الكوكبة خلينا نقول بعد، يعني مو بأي جمهور، صعب. ريم ما شاء الله كيف قدرتي؟ أنا كنت بسأل نفسي السؤال، أنا حأقدر ولا ما حأقدر؟ يعني يمكن أول مرة لما كلموني أول شيء قلت لا طبعا، هو أنا مين عشان أنا أقدم ليلة زي كده عظيمة وتاريخية ونادرة يجتمع فيها عمالقة الفن احتفاء بأسير الشوق؟ وغير كده لا تنسي الجمهور السعودي جمهور ناقد وقوي ويهتم بالتفاصيل. صحيح. أي غلطة محسوبة عليك يعني، فكان الاختيار صعب والتفكير صعب في ده الموضوع، أني كل شوية أذكر نفسي أنه هذا حيحصل وهذا حقيقي، فما كان شيء سهل. أحب بهذه المناسبة أني أشكر إدارة روتانا، ممثلة في الأستاذ عبد الله شبانة، وأكيد الأستاذ سالم الهندي، وكل فريق العمل اللي ساعدني صراحة، بداية من الأستاذ سالم القحطاني اللي دعمني، ولا أنسى كمان مفرح الشقيق زميلنا اللي وقف معايا في كل التفاصيل
جميل ودعمني طبعا، اللي هو عنده خبره كبيره في هذا الموضوع. فاول واحد لجأت له قلت له انصحني ايش تقول لي، انا طالع على مسرح وقدامي في قامات واسماء كبيره. فاعطاني عده نصائح، ومن واهم نصيحه كانت انه لازم تتوقعي اي شيء من المفاجات. يمكن المفاجاه الوحيده اللي ما كنت اتوقعها انه يكون في مشكله في الصوت، وصعب كان التواصل مع الاستاذ عبد المجيد، فهنا ما قدرت اكمل اللقاء يعني. فالواحد لازم بالفعل يتوقع اي شيء. الاستاذ احمد الدوغجي اللي كان يديني كل التفاصيل صراحه، في يومين كنت احضر واتدرب واشوف المسرح واخذ على المسرح، فهذا شيء مره مهم يعني. فاداني نصايح جدا كثير ومهمه. الباك ستيج يا مها، انا حضرت البروفات، لازم اقول انه الاستاذ محمد عبده خلق ليكون على المسرح. الأستاذ محمد عبده يهتم بكل التفاصيل ما تتخيلوا، أي صوت أي نغمة يسمعها خارجة، يدور على آلة موسيقية، يسمع من فين هذا الصوت اللي هو فيه قليل يعني مستغرب عليه، ما تتخيل يهتم بكل شيء. يعني يمكن واحدة أغنية يسوي عليها بروفو 5-6 مرات ما عنده أي مشكلة، وهو واصل لمرحلة عالية من الاحترافية، ولكن ما زال يهتم بكل التفاصيل. وطبعا نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي بيقدم لنا هذه المفاجآت الرائعة والجميلة اللي بنعيشها في موسم الرياض. تخيل والله صراحة فوق الخيال. صحيح، وأنا يعني للأمانة حضرت الحفلة أمس ريم، وكنت جدا سعيدة بتواجد زميلتي اللي كل يوم إحنا نداوم سوا على المسرح، وفعلا فخورة أنه ما شاء الله عليك طلعتي بكل ثقة وقدمتي الحفلة، كانت جدا حفلة تاريخية على قولتك. كلهم بدأوا، حبيت المفاجأة الأخيرة اللي كانت في الحفلة اللي هو أصالة مع محمد عبده، كان يعني ثنائي عظيم رهيبين ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم أن الحفلة بكل تفاصيلها استمتعنا فيها وانبسطنا، وشكرا لك أكيد ريم أنه أنت قدمتي حفلة جميلة وتليق باسم روتانا خليجية وبرنامج سيدتي، وأنت جزء أكيد كبير من هالبرنامج، وأنت مثلتينا جميعا خير تمثيل يا ريم. الله يسعدك يا مها، ولسه كمان القادم أجمل وأجمل مع موسم الرياض. أكيد.